معانا ايضا على تليفون استاذ محمد السلموني رئيس بيت العيله المصريه بامستردام هولندا. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. ازاي الاحوال؟ كله تمام؟ والله الحمد لله، الحمد لله جديده جدا. الحمد لله. والكل مستعد، والكل مستعد استعداد كامل للانتخابات الرئاسيه القادمه. ويمكن انا حسيت بالفرق ان انا كنت مندوب الرئيس فتح سي تي في الانتخابات ال 2018، ف يعني الوقت اللي موجود دلوقتي في انجازات كتير كده تمت بعد 2018 حس بيها المغترب المصري والمصريين في الخارج. فكل يعني ان شاء الله اتاكد ان هو هيطلع. نعم. لا انا معاك، انا بسمعك. فكل ان شاء الله يعني كلنا كده يعني الجامعات الموجوده عندنا كلها كله الناس متحمسه جدا جدا، و حسوا بان في، وبالذات الموضوع بتاع غزه الاخراني عمل تغير كبير جدا جدا في موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي والقرارات اللي اتخذت والطريقه اللي يعني اللي حكم بيها او اللي الحكمه اللي عمل بيها الفتره الاخيره. طبعا لان زاد الوعي كان موجود جدا جدا، واحنا عاملين اتوبيسات لابناء الجاليه للوصول لمنطقه للسفاره المصريه في دنهاغ لهاي في ادلاء اصواتهم. ورغم ان الجو اللي من الجايين بس بارد شويه، لكن في 2018 كانت درجه الحراره 20 تحت الصفر. اوبا، ودي تضخم جامد جدا. امال درجه الحراره عندكم دلوقتي كام؟ 7. دلوقتي 7؟ 7. ولكن اليوم ايام اللي هم الجمعه والسبت والحد هتكون درجة الحرارة تقل شوية، تبقى 3 و4 تقريبا. هيبقى الجو ألطف. لا، ما بعد كده بعد يعني انتخابات 18 كانت درجة الحرارة 17 تحت الصفر. والناس برضو نزلت وراحت وأدلت بأصواتها. احنا عندنا بعض يعني على سبيل المثال إن كان عندنا يعني سمعهم المصريين في أمستردام عند كندات 90 سنه تتأدي بأصواتها وتطمنت انها تروح بنفسها في لجنه الانتخاب، وحبينا لازم كذلك في هي في نفس الانتخابات دي عندها 96 سنه ونازله تأيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني لما علموه من الانجازات الكبيره اللي حصلت و يعني عمليه يعني لا احنا نيجي بقى بعد يعني كده نزوركم نيجي بعد كده نزوركم يا استاذ محمود، ونشوف ونتعرف على اهالينا موجودين هناك من الجاليه المصريه في هولندا. مرحبا بالجميع. واحنا جاي برضو كان عندنا في امستردام النهارده وامبارح او امبارح كان في فرع اعلام كان موجود، جميل، ندوه للاعلاميين. والنهارده الاستاذ رامي تقريبا موجود برضه في نادي الاعلاميين. يعني في عملنا نوع من الضخم الاعلامي رائع بتوعية الموجودين هنا بأهمية وجودهم في الانتخابات. رائع جدا جدا، يعني ممارسة حقهم الدستوري في هذا الانتخاب. رائع جدا. أنا بشكرك جدا أستاذ محمود السلموني رئيس بيت العيلة المصرية بأمستردام بهولندا.